بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في واقع الحال إخواني، أردت أن أعرض أمامكم مشكلة قد تقع كثير في عوائلنا وفي مجتمعنا، مشكلة تعامل الآباء والأمهات مع أولادهم. نحن نسمع أن الأولاد وأن الأبناء هم لم يبروا آباءهم، ويسموا هؤلاء بالعاقين، ولد عاق. لما تسأل لماذا ولد عاق، يقول لأنه لم يبر بوالديه، لم يبر بوالديه. هذه قضية نعرفها، الولد الذي لا يسمع ولا يطيع ويخرج عن طاعتهم ويؤذيهم ويعمل على خلاف ما يرغبون، هذا يسمى ولدا عاقا وليس ببار. هذا ما عندي مشكلة ولا عندي كلام فيه الآن، الكلام في القضية المعكوسة. ربما يكون الآباء هم الذين لا يبروا أولادهم، مشكلة أن الآباء والأمهات هم الذين لا يبروا أبناءهم. قد البعض يستغرب أنه هل على الوالدين أن يبروا أولادهم؟ نعم نعم، كما أن الأبناء، كما أن الأولاد لا بد أن يبروا والدينهم وآباءهم وأمهاتهم، كذلك الآباء والأمهات لا بد أن يبروا أبناءهم. قضية طرفينية، مو أن الولد يمشي مستقيم وأن الولد يمشي بشكل جيد ولكن الأب يكون على حال مستفزا ومتشنجا ويتعامل مع أولاده تعامل غلط، هذا مسؤول عنه يوم القيامة. بشكل واضح أقول أن الآباء الذين لا يتعاملوا مع أولادهم بطريقة صحيحة ويجروا أولادهم، شوفوا، ويجروا أولادهم إلى أن يخرجوا عن الطريق، سيسألون يوم القيامة، سيسألون يوم القيامة أنه تعال يا فلان، لماذا ابنك طلع عن الطريق؟ يقول يا رب ما أدري. يقول لا تدري، لماذا أنت تعاملت معه هذا التعامل؟ لماذا أنت تعسفت عليه؟ هذا التعسف الذي نجده للأسف من بعض الآباء ومن بعض الأمهات حتى يخرجوا أبنائهم عن الطريق الصحيح. أقول لكم شيء وهذه التفتوا إليه، أحد الإخوة اتصل علي قال سيدنا أنا أريد زوجتي وأحبها وعندي طفلتين، عند طفلتين من زوجته، ويقول هي تحبني وأنا أحبها وما عندي مشكلة، بس والدتي، هو يقول والدتي في الواقع بيني ما بين الله، يقول أنا ما مبين هذا الشيء ولا بينت لزوجتي أن والدتي مقصر، ولكن بيني ما بين الله والدتي هي اللي حسب تعبيرنا تثير المشاكل، والدتي هي اللي تنغص الأمور، يعني ما من جلسة جالسين إلا وترمي كلمات مزعجة ومهينة لزوجتي. فتقول سيدنا أنا ما قدرت، يعني شو أسوي؟ يقول أجبرني الوالد والوالدة أن طلق زوجتك، طلق زوجتك وإلا إحنا ما نرضى عنك. على أي أساس يطلق زوجته؟ وعلى أي أساس أنتم تتحكموا بولدكم أو ببنتكم أو بزوجتي أو ولدكم؟ هذه على أي أساس يعني؟ وإحنا إحنا أبوه، زين أنت أب، بس ما لك حق أنت في الواقع تتعسف على ابنك أو تجبر على أن يطلق زوجته. واتصل علي وهو في الواقع الحال في حالة مزرية، يقول سيدنا أنا طلقتها وأنا مجبر،
قلت له انت يمكن لك ترجعها، وهذا طلاقك قد يكون مو صحيح لانك انت مجبر، طلاق انت مجبر عليه، هذا طلاق باطل. فيمكن الانسان ان ماذا، يمكن الانسان ان يتعامل مع ابنه بطريقه صحيحه حتى لا يخرج عن الطريق، عن الخط الصحيح، عن الاسلوب الصحيح، رجاء كما ورد في الروايه الشريفه، بروا، اسمعوا، بروا آباءكم يبركم أولادكم. أنت لما تبر والديك أولادك يبرونك، وبالعكس بروا أبناءكم، بروا أبناءكم يبروكم. أنت تمشي عدل ويا أولادك هم يمشون عدل معاك، أنت أنصفهم هم ينصفونك. أما أنا أتعسف وأنا أضايقة وأنا أهينة، والله العظيم يا إخواني أنا مستغرب جدا، يعني مستغرب جدا، وللآن ما جاء أستوعبها. أحد الأخوة إجاني إلى المسجد، قال شوفني أنا، قلت له بلي، قال شلون وضعي، قلت له أنت ما شاء الله رجال، قال شوف لحيتي وشواربي، قال نعم، قال صدق أن والدي يومي يضربني أمام زوجتي وأولادي، لا إله إلا الله، شلون يضربك والدك أمام زوجتك وأولادك شلون، قال سيدنا يهيننا إهانة غريبة يعني. وأنا إلى الآن يقسم أيمان وهو في المسجد معاي، يقسم أيمان أنه أنا سيدنا يضربني وأنا ساكت ولا أرد عليه ولا أتكلم معاه كلام غلط، بس هو إنسان متعجرف، إنسان متكبر. قلت عليه حال سيساءل يوم القيامة، سيساءل يوم القيامة، ليش تهين ابنك وعليه أساس تضرب؟ ليش؟ وإذا كان مقصر يعني الضرب هو الصحيح، يعني ماكو طريق آخر غير الضرب؟ يعني ابنك عنده أولاد، هل جعلت كرامة لولدك؟ هل جعلت كرامة لولدك أمام زوجته وأولاده؟ يا أخوان جريمة هذه. أنا لا أريد، اسمعوا حتى أبين، أنا لا أريد أن أدافع عن بعض الصيحات الغلط الموجودة من الأطراف المشبوهة أنه تعالوا نسوي قانون العنف الأسري وقانون العنف الأسري. هؤلاء في الواقع قانون عنف الأسري قانون عنوانه جميل ولكن جوهره خطير جدا ومدمر للمجتمع. أنا من الآن أقول إياكم أن تصوتوا على هذا القانون الخطير في المجتمع المسلم، المجتمع المحافظ العراقي. وأنا لست مدافعا عن هذا القانون أصلا، لأن مواده كلها مواد ضد الآداب وضد التعاليم الدينية وضد القوانين الشرعية، وهذا ما مسموح أصلا. بس جاءت تكلم مشاكل، هاي المشاكل موجودة في كل مجتمع. الآن روحوا إلى أوروبا أكو مشاكل، ولا هذا الطفل لما يدخل إلى مدرسة ويقتل زملاء أو أستاذة وثمان نفرات يقتلهم برشاشة وهو عمره 14 سنة، يعني أكو مشاكل، كل المجتمعات فيها مشاكل. بس لا يعني أنه نبقى في دوامة المشاكل، لابد أن نجد حلول. الآن اسمعوا إلى هاي الرسالة اللي أرسلها أحد الأخوة إلي، اسمعوها وشوفوا معاناته. السلام عليكم سيدنا، حفظكم الله تعالى من كل سوء. سيدنا عندي مسألة أود أن أطرحها عليك، اسمعوا جيدا. يقول سيدنا أنا منذ 20 سنة وأنا كنت أساعد والدي ووالدتي في بناء بيت، يقول أنا دفعت الأموال كثيرة في بناء بيتنا في حي من الأحياء في النجف. وبعدين والدي قال لي هذا البيت أنت إلك حصة، أكثر من نص البيت إلك في وقته. يقول أنا، قال لا بابا، قال لا لازم أسجل نص البيت إلك أسجله. يقول قلت له لا بابا، إذا سجلته راح أسوي مشكلة بيني وبين أخوتي، وأنا ما أريد أخوتي على حال يتأذون. يقول ما قبلت، ولكن بعد مضي 20 سنة الآن هم ينكرون حقي، وحاولت معهم. هذا الولد يقول والدي أنا عندي نص البيت إلي
وكنت قاعد في البيت، بس لأنه أنا على حال تزوجت بدون رغبة والدتي، يعني عنده مشكلة مع زوجته الأولى طلقها وزوجة ثانية، والدته ما راغبة فرفضته، قالت تطلع من البيت على أي حال. يقول الآن ما يخالف أنا أطلع من البيت بس انطوني حقي في البيت. قال ينكرون ذلك، وحاولت معاهم بشتى الطرق على أنه زين أنا طالع بس انطوني حقي، انطوني مساعدة حتى أجر بيت حتى كذا، لكنهم لا يستجيبون لي. وأنا الآن يا سيد اسمعوا جيدا، هذا الشاب يكتب رسالة وكلها معاناة، أنا الآن في وضع معاشي صعب جدا وعلي ديون، علما أني أعمل في محلي ليل ونهار ولا أملك حتى قوت يومي. يقول ما جاء يعني ما جاء أستفيد من المحل لأن بضاعتي تجهز لي من قبل الدائنين بأسعار عالية، وبيتي إيجار ومحلي إيجار ولدي عائلة، وقد عانيت لسنين طويلة من هذا الأمر ولم أطالب والدي بشيء، والآن وقد وصلت إلى وضع جدا جدا صعب، كاتب بين قوسين حالة يأس، وأخذ الديان يضغطون علي بشكل كبير. التجأت إلى والدي، اسمعوا جيدا، التجأت إلى والدي لمساعدتي وإخراجي من هذا الوضع فلم يستجيبوا لي، فطالبتهم بحقي الذي عندهم فأنكروه، قال ما عندك حق يمنى، علما أني بار بهم جدا ولم أقل لهم أف يوم من الأيام. يقول حتى أف أنا ما قايل لهم، ماشي عدل وكلش مؤدب وياهم. سيدنا أعيني رجاء بعرض مسألتي وإعطاء الرأي الشرعي مع النصيحة وتوجيه كلمة لوالدي. أخواني وأخواتي، هالشكل رسائل تجيني، عشرات الرسائل من بنات يشتكين من أمهاتهن، وأنا أقول بصراحة الأم تاج الرأس، الأم الجنة تحت أقدامها، ولكن الأم منه المؤمنة، الأم المنصفة، الأم الحنونة، مو الأم المدمرة. الله شاهد، اتصلت علي فتاة قالت سيد أمي راح تطلعني من الدين، أمي راح تخليني أنا أحرق نفسي، ليش بابا شنو صاير؟ قال والدتي يعني دائما تصر علي على قضايا غلط، حتى على مسائل ديني وصلاتي تضحك علي وتستهزئ بي. أدري كيف يمكن أن تكون أم تستهزئ بيتها إذا صلت، كيف تكون أم وتكون في واقع الحال ماذا تمنع بيتها من العبادة أو الصلاة؟ أقول للأخ الكريم اللي الآن رسالته أمامي أنه أولا هذا بلاء وأنت مبتلى، ابتلاءك بوالديك، ولكن كلامي للوالدين أنه اتقوا الله في حق ولدكم. البعض يتصور البعض أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وحديث النبي أنت ومالك لأبيك، واحد شافني في الحرم أيام رمضان قال سيدنا مو الرسول قال أنت ومالك لأبيك يعني ابني وفلوسه إلي؟ قلت لي حجي هاي قضية أخلاقية، أنه أنت أخلاقا أنت وجودك كله لوالدك، بس لا يعني أنت لك حق أن تستولي على أموال والدك على أموال ابنك، وما لك حق أنه تستولي على ممتلكاته وتخلي إيدك بجيبه، ما يجوز، لأن مال ابنك ماله وحق ابنك حقه. فتساءل يوم القيامة أخي الكريم، هذا الحق اللي عندكم لولدكم هذا ستسألون يوم القيامة عنه يوما، يعني تجد أنت استفدت من فلوس وحق ابنك لفترة طويلة أنت ستسأل يوم القيامة عنها. واتقوا الله أيها الأحبة، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، لا تخلوا أولادكم يطلعون عن الخط يطلعون عن الطريق، اتقوا الله في أنفسكم، لا تخلوا أنفسكم على حال تخرجكم عن التقوى وطريق الصح. وهذه رسالة نوصلها لجميع من يعاني من أمه وأبيه، أو يعاني الوالدين من أولادهم،
قضية ترى أيها الناس، أيها الناس القضية في الحياة قضية حسب تعبيرنا معادلة، معادلة واضحة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها، كما يقول أمير المؤمنين كما تدين تدان. اليوم أنت تأكل حق ابنك، غدا سيسلط عليك من يأكل حقك. اليوم أنت تظلم أحد، غدا ستظلم. الحياة هي الشكل، فلنتقي الله في حقوق أولادنا. نعم ابني تزوج وحدة احنا ما راغبين إلا، بس هو مرتاح، هو عليه حال أمر بيدة من ناحية شرعية، أمر بيدة. فلا نكون احنا في الواقع لقضايا نفسية ولقضايا شخصية أن نتعسف على أولادنا ونضغط عليهم حتى يكونوا بهذه الصورة اللي نشوفها للأسف الشديد، يعانون وبعضهم يقعون في حالة من اليأس حتى أنه يقدم على حرق نفسه ويقدم على انتحار للأسف الشديد. وهذا كله غلط، تعاملنا غلط، والإجراء اللي يتخذه الإنسان المظلوم أيضا غلط. فارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، وارجعوا إلى المنهج النبي العظيم صلى الله عليه وآله، حتى لا نظلم ولا نظلم إن شاء الله. نعم عندي متصل، تفضلوا. نعم السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم مصطفى من بغداد. بلي سيد. عندي ابني عمره 17 سنة. بلي. تعرف سيد عمر مراهقة. نعم. أنصح به، أجيب للطريق، يعاند وياي حتى مرات يعني يطول لسانه ويحكي علي، يعني إذا بحكاية يجرحني بيها. فعل مع الصلاة لك يوم أقوم صلي صلاة بوقتها، هذا شهر رمضان أقرأ لك دعاء، أقرأ لك آية صفحة من القرآن، ورقة من القرآن، الله ينور لك دربك، الله ينور لك طريقك، يأخذ النصيحة. صارت عنده مشكلة قبل فترة من وراء أصدقائه وأقاربه، إنه هاي سؤال في الموبايلات والتليفونات، منع تمام منع، اضطريت أضربه، اضطريت إنه أضربه لأن قلت له حسبب لي مشكلة. مع العلم أبوه موجود بالوجود، أبوه يقول لي عوفيه، مش تريدين منه، يعني لت مط الموضوع فد شيء عادي كأنما عادي. أنت شنو حكمك، شنو رأيك؟ ساعدني الله يخليك، لأن دي عاند وياي، انصحني شنو أتبع وياه. أحسنتم أحسنتم. أنا أريد أجاوب على هذه البصمة. وأخت كريمة تتصل على أن ابنها 17 سنة عمره وفترة مراهقة كلش حساسة، وفي بغداد اللي هي أجواء بغداد تعرفوها، أجواء للأسف الشديد في كثير من الأحيان هي منفلتة، ومجالات مفتوحة للفساد، مجالات مفتوحة للانخراط في الأمور الغلط، من أمور عليها العلاقات غير نظيفة، وتعاطي بعض المواد المخدرة وأمور أخرى. فوضع العائلة في وجود ولد بهذا السن يعني تشتكي أنه ما يسمع كلام. أنا عندي كلام مع الأم، يعني الأخت أم مصطفى، عندي كلام معاك وعندي كلام مع والدك اللي أنتم مسؤولين. أنت أحسنتي عندما تكوني حريصة على ابنك وتكونين على حال ملتفتة إلى أنه لازم يصلي ولازم يكون متدين، هذا أمر طيب. ولكن يا أختي الكريمة، ابنك الآن في مستوى من العمر عند تحولات فسلجية في شخصيته، واحدة من عدها أن يثبت وجوده، يثبت شخصيته، وحالة التمرد، هاي حالة التمرد موجودة عند المراهقين، أن يتمرد على الوضع، ما يسمع كلام، يعاند، ما يمشي مثل ما يريدوا منه. هذه حالات المراهقين في فترة المراهقة اللي هي حالة على حال كثير ما يصابوا بها. فأنت لابد أن حسب تعبيرنا شوية شوية. إذا أذن الآن أذان المغرب، مو بالضرورة يلا يلا قوم قوم صلي قوم صلي قوم سريع،
ماكو داعي. بس هو شوفيه مشغول، شوفيه مثلا ملتهي، تجي تقولي لا الآن صلاة أول وقت، بس تخليه يصلي بعد فترة قولي ماما هاي صلاة جان صلي، خلينا نصلي أول وقت، مو أنه الآن في هتش وقت ضيعية قم صلي وأنت مو خوش ولد وأنت كذا، يا ربي شلون الله بلاني بيك، وشلون ولد مو مؤدب، وإحنا إيش قاعد صرفنا عليك، وإيش قاعد عبنا عليك. هاي الملامة، هاي الملامة، وهذا النوع من التذليل، هذا النوع من المنة تتمننون عليه، هو يحس أنه إنسان غير مرغوب فيه. فإذا حس بهذا الإحساس قد شنو؟ قد يطلع عن طوره، وهذا غلط. خليه يصلي بعد ساعة، خليه يصلي بعد ساعتين، خليه يقوم سيدنا ساعتين مأذن ما يخالف، وقت موجود خليه. ما أقول تعالي أنت خلي ولد متهاون بالصلاة، بس أقول أكو فترة تشوفيه، هاي فترة عمرية شوية صعبة، وأصدقاء سوء، المشكلة في أصدقاء السوء طبيعة الحال، فأنت شوية هوني عليه، هوني عليه. أما تضربينه ما كان صحيح أصلا، ضربة ليس صحيحا. الوالد الكريم اللي يقول عيفي، شنو يعني عيفي يا أخي أبو مصطفى؟ شنو عيفي؟ أعوف ابني على أساس؟ أعوفه مع أصدقاء اللي يسوون مشاكل، اتصالات وما أدري لقاءات ومكاتبات ومراسلات قد بيها الغلط في الغلط، شلون تعيفه؟ أنت المسؤول يا أبي، يا أب أنت المسؤول على أنه ابنك تصحبه معك، الطلعة معك، تعرف أصدقاء منه. وليس يعني ليست الأبوة، ليست الأبوة مجرد أنه ماذا، مجرد والله أنا أبوه، لا، الأبوة في العناية والمسؤولية. فرجاء إخواني وأخواتي، رجاء التفتوا كيف تتعاملوا مع أولادكم وبناتكم المراهقين، خصوصا مع وجود هذا الانفتاح المعلوماتي الكبير اللي صاير، اللي يزرقون الشباب بأفكار وبعادات وتقاليد وموديلات وأساليب اللي في الواقع عجزتنا احنا نحن نعجز انه كيف نواجه هذه الحملة الثقافية ضد الدين وضد المثل وضد الأخلاق. الله يبارك فيك، وإن شاء الله تعالى الله يسلمك ويسلم ولدك من كل سوء. نعم، متصل محمد، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا ببغلك. نعم، صوتك مو واضح يا محمد. محمد صوتك مو واضح، لو تبتعد عن التلفزيون، لو أنه تغير موقعك. سيدنا عيون، تفضل. أنا عندي محل بالمغرب. عندك إيش؟ محل مال أسواق. عندي محل أسواق، أي تفضل. سيدنا المحل بركة ما بي، لا بركة فيه، بني ايه، وخمست ما فات بني، والعالم كلها فات عيونها على هالمحل هذا. شنو حاطين عيونهم؟ شنو بي يعني؟ يعني كلها تريده، يعني شلون زايدة هيك، يعني محل متميز هو، الناس كلها رغبانة فيه، شنو؟ لا والله سيدنا احنا نجيش نفسات ان لابة كنا عليه البيع. إيه فصارت. سؤالنا إنه يريد إذا بحنا. سؤالك شنو محمد من عندي؟ سؤالك شنو؟ سؤال شو أسوي يعني؟ ماذا أعمل؟ أحسنت يا محمد، أنا إن شاء الله إذا الله وفقني أبين لك في القضية. مشكور يا أخي محمد على اتصالك. قلنا حتى يعني مسوي له عمل وهاي ورشون علي. نعم. عمل يعني سحر وهاي ورشون علي. عجيب. أيوة. الله يبارك فيك إن شاء الله، أنا أبين في القضية. مشكور يا حبيبي. إخواني أنا أريد أجاوب على الأخ محمد. محمد يقول عندي محل بس ما أشوف بركة، أشتغل بس ما أشوف بركة، ما أشوف منفعة، وهناك ناس على حال حاسدين. هو ينقل هذا الكلام مو أنا، يقول ناس عينهم علي ويعملوا لي قضايا وما يردون الخير إلي، فشنو اللي أسوي له؟
شوف يا محمد حبيبي، أنا أسألك سؤال وأنت من يمك جاوب، أنت على نفسك جاوب. سؤالي هذا أن الأمور بيد من؟ أحسنت، بيد الله، كل شيء بيد الله. أن أكون صاحي بيد الله، أن أكون مريض بيد الله، أن أكون مرزوق بيد الله، أن أكون مظنوك بيد الله، أن أكون مرتاح. الله سبحانه وتعالى كل الأمور بيده، الأمور كلها بيده. نعم إحنا لازم نمشي عدل حتى رب العالمين يفتح لنا أبواب الخير. إذن الآخرين يتصرفون بي، والآخرين يأثرون علي، والآخرين يتحكمون بي، هذا ليس صحيحا. الآخر حتى لو كان ساحر، حتى لو كان قاهر، حتى لو كان مشعوذ، لا يكون ذلك إلا بإذن الله، الله. فكل ما نتوجه إلى الله، كل ما نتوسل إلى الله، كل ما نقترب إلى الله أن يا رب خلصني من هالمحنة، خلصني من الحاسدين، خلصني من السيئين، خلصني من الأشرار والشياطين، رب العالمين عليه حال ينظر إليك نظر رحيمة. فتقرب إلى الله وتوكل عليه، قل يا رب بيدك، أنا ما أفهم أنه الأمور بيد الآخرين، بيدك أنت يا رب، وأنا أمشي عدل، وأنا خمست، وأنا زكيت، وأنا ما أكذب، وأنا ما أغش، وأنا ما أحب أن أبيع سلعة مثلا المو زينة للناس بعنوان زينة، لا غش ولا تدليس ولا كذا. فيا ربي بارك لي فيما رزقتني، بارك لي فيما أعطيتني، دائما هذا قوله. هذا واحد، هذا واحد. اثنين، أن توحي نفسك أنه أنا محسود، أنا كذا، وأنا مراقب، والناس يسووا لي ويطشون علي المدري إيش ويسووا لي سحر. هذا التلقين هم صحيح، لا تلقن نفسك هذا الشيء. أنت بعين الله، أنت برعاية الله، أنت برعاية صاحب الزمان. فهذا الإحساس والتلقين مو صحيح، مو صحيح. نعم في قضايا تشوف أنه أنت جاي تشتغل بس ما أكو فائدة، اسأل أهل الخبرة، اسأل أهل السوق، شنو الأسلوب، شنو الكذا، شنو السلعة اللي أجيبها. هذه أمور حسب تعبيرنا فنيات التجارة في السوق، لازم ترجع وتتعامل وتستفيد، تستفيد من أهل الخبرة في تسويق الأمور. الأمر الأخير اللي أقوله لك يا محمد، الأمر الأخير أنه دائما دائما لما تطلع من البيت حاول أن تقرأ آية الكرسي. تعرف آية الكرسي؟ آية من آيات سورة البقرة، تقرأها آية الكرسي وتنفخها حولك، وتقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، وتنفخ أمامك، تنفخ على جنبك، تنفخ على يسارك وعلى ورائك، حتى تحصن. تحصن بمن؟ تحصن بقدرة الله، بأمر الله. الله سبحانه وتعالى يبعد عنك شياطين. واقع الحال نحن ليس لدينا وسيلة لضرب الشياطين والوقوف أمام الشياطين إلا الاستعانة بالله. ما عندنا واقعا واحد يقول والله عندك شيء، أبدا، غير الاستعانة بالله. وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم، هاي الآية، وإن يكاد نخليها آية الكرسي، سورة على حال الناس، ولا أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هاي دائما خليها بالمحل، اقراها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم، بحق هذه الأيام، أن يفتح عليك ويريح بالك ويزيد في أرزاقك. نعم، متصل أم أيمن، تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحم الله والديك سيد. إذا تسمح عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، بنتي سوت عملية شالت الكلى مالتها، ويعني الدكتور قال لها لا تصومين بعد. هي تقول أنا أقدر أصوم، بس هي يعني إحنا ما نعرف، يجوز عليها ضرر بالمستقبل، فما أدري شنو تكلفها هسه. نعم. والسؤال الثاني سيد، عندنا إحنا تحفيات بالبيت، يعني مثل فيلة، هاي الحيوانات بلد اللي هي على شكل تحفية، يعني إحنا حاطين بالبيت كزينة، يقولون حرام هذا إن لازم يذبوهن،
ويعني أنا معتزة بهن يعني ثميناتهن وحلوات، وحتى يعني ما يصير أنطيهن، حتى يقولون ما يصير أن تنطيهن، لازم تذبيهن تكسريهن وتذبيهن. واضح واضح يوم أيمن، حياك الله حياك الله. مشكور حياك الله. ابنتك الله يعطيها العافية اللي يعني قلعت كلية من كلاها، الله يعطيها العافية ويسددها ويلبسها لباس الصحة إن شاء الله تعالى. بس أختي الكريمة أم أيمن، حسب يعني حسب التجربة والعلم أنه يمكن إنسان أن يعيش بكلية واحدة، ويمكن أنه يصوم بكلية واحدة، وكثير من الناس هالشكل. نعم إذا هي كانت تشوف نفسها أنها غير قادرة على أن تصوم، طبيعة الحال الآن ماكو صوم واجب الآن، وأي واحد عنده قضاء الآن لا أنصحه بالصوم، الآن لا ننصحه بالصوم. يقول سيدنا مو ثواب، عدري ثواب، بس أكو شيء اسمه صحة الإنسان أهم. فأجلوا صومكم إن شاء الله تعالى في الشتاء إذا كان أكو قضاء أو كذا، ولكن عموما الأخت هي اللي تحدد وضعها وشوف نفسها، فإذا قدرت على أن تصوم خلوها تصوم، معكم أي مشكلة إن شاء الله تعالى، بس تحاول أن تشرب سوائل وكذا في وقت الإفطار أو وقت الليل حتى تعوض، والله سبحانه وتعالى يتقبل منها ومنكم إن شاء الله تعالى. أما مسألتك الأخرى التحفيات في البيت على شكل حيوانات على شكل كذا، هذا ما في إشكال. نعم مكروهة ولكن لا إشكال فيها، مكروهة ولكن لا إشكال فيها. فهذه اللي يقول تعالى تذبيها وكسريها، لا 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 تكسريها ولا تذبيها على حال، خصوصا إذا كانت تحفيات وقديمة احتفظ بها، لا إشكال في ذلك. نعم نعم هادي تفضل يا هادي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك مازن. مازن 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 نعم سيد، حياك الله تفضل. رحم الله وديك سيد. أقول لك سيدنا، سيدنا تسمعني؟ بدي أسمعك تفضل بسرعة حبيبي. سيدنا ذاك اليوم إذاعة الروضة انقطعت وما سمعت الأجوبة مالتك، وعدي هم بعد سؤال ثالث إذا ما ريها زحمة. تفضل سؤالك. السؤال الأول سيد، الإنسان إذا اشترى ملابس مثلاً وخيطها ودارت عليها سنة، الإنسان شي خمس يعني بس قيمة القماش لو حتى قيمة الخياطة خمسة؟ هذا السؤال الأول. بني. والسؤال الثاني سيد، بني. ما معنى ومن الجبال جدد؟ هذا السؤال الثاني. بني. والسؤال الثالث إذا ما بيها زعمح، السؤال الثالث سيد، بني. سورة الصافات إيش نقرأها؟ سلام على الياسين لو آل ياسين، ويا هو المقصود سيد واو. إذا ما بيها زحمة. حياكم الله. الأخ مازن ما شاء الله دائما الاتصال علي في برامجي المختلفة، فهو متصل على إذاعة العتبة الحسينية يوم الخميس، عندي برنامج العصر قبل المغرب، فمتصل علي يقول أنا ما سمعت الأجوبة. سؤاله يقول أنه أنا عندي قطعة قماش وخيطتها ولكن ملبستها إلى أن مرت السنة الخمسية علي، فأنا أخمس القطعة القماش أو مع خياطها؟ الجواب أنت تخمس الثوب، الثوب تخمسه مو قطعة القماش، الثوب مع خياطته. بيش يسوى هذا الثوب؟ يسوى 20,000، خلص 4,000 خمسة، يسوى 50,000 10,000 خمسة. واضح؟ مو أنه أنا أخمس القماش والخياطة ما أخمسه، لا، هذا الثوب كم يسوى فتخمس الثوب بخياطتي. أما السؤال الآخر في مسألة ومن الجبال جدد بيض، سألني في مسألة على حال قرآنية، أن القرآن الكريم يصف أن الجبال بعضها بها جدد بيض وجدد سود وحمر وجدد حمر، يقول هذا شنو معناته؟ أخي الجدد بمعنى الأخاديد، الأخاديد يعني الخطوط اللي على الجبال، من نشوف الجبال من فوق نشوف بعض الجبال خطوط سود، بعض الجبال خطوط بيض، بعض الجبال خطوط حمر. هذه رب العالمين يصف حال الجبال اللي موجودة بأنواعها المختلفة، فالجدد بمعنى الأخاديد والخطوط اللي في الواقع هي تنزل منها المياه أو تنزل منها الأمور، فهي الطرق، الطرق والخطوط التي على الجبال. أما سورة الصافات سلام على الياسين،
هل سلام على آل ياسين أو إلياسين؟ حسب الآية إلياسين، سلام على إلياسين. واضح إن شاء الله؟ نعم. أدي اتصال بصمة، تفضلوا. ألو. نعم السلام تفضل. عليكم سيدنا. وعليكم السلام. سيدنا إذا بدأنا نقرأ صوت التوبة نقرأها بلا بسملة، بس إذا وصلت للنص وقطعت ولا شوية جات عند كمل القراءة بسم الله أقرأها بلا بسملة. واضح سؤالك، مشكورا. شوف، هي سورة التوبة رب العالمين باعتبارها تبدأ حسب تعبيرنا تبدأ بعركة، اسمحوا لي هذا التعبير، سورة التوبة تبدأ بعركة. شلون تبدأ بعركة؟ براءة من الله ورسوله، براءة يعني احنا متبرين منكم، الله متبري من الكفار والمنافقين والمشركين، الله متبري. هاي يعني عركة، مو مال واحد يصالح، مو مال واحد يقعد يتفاهم، واضح؟ فلذلك سورة براءة سورة حسب تعبيرنا اصطدام. شوفوها انتوا كلها السور اللي تقروها، اذا تسمحوا لي انا اطلع لكم السورة، شوفوا هي اصلا كلها اصطدام مع الكفار مع المنافقين مع المشركين. فالاخ يسأل او الاخت تسأل انه انا مسألة سورة براءة لما نقراها بدون بسملة، اولا ليش بدون بسملة؟ انا راح اقرا، شوفوا، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. اللي تتعاهدتوا وياهم ما داروا بال وما سمعوا كلام، الله يتبرى. فسيحوا في الارض 4 أشهر، يلا روحوا 4 أشهر عدكم واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. شوفوا عركة، بداية عركة، الآية بداية عركة. لما بداية عركة فما يعني ما تتلائم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يعني بسم الله الرحمن اللي الرحيم وبيها نوع من المودة والرحمة والمحبة. سورة براءة ما تتلائم ويا الرحمة، بيها شدة وغلظة وحسب تعبيرنا اصطدام، فلذلك ليس فيها بسم الله. ليس بها بسم الله. يسأل الأخ أنه أنا أقراها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله، فهالشكل نعم ما بي بسم الله. يقول إذا نص السورة عفتها ورجعت مرة ثانية أقول بسم الله؟ ليس بها فيها بسملة. سورة براءة ليس فيها بسملة، لا في بدايتها ولا في وسطها ولا في نهايتها، وإنما إذا أردنا أن نقراها نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ الآية. واضح؟ نعم. متصل له بصمة، بصمة تفضل. نعم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. أنا زوجي يقول لي ابن أختي حرام تبوسي، هو ابن أختي وأبوه غريب، صحيح هذا الحكي حرام لو حلال؟ بلي. زين، سؤال الأخت، يظهر زوجها هواي غار عليها وما يحب أنه تقبل ابن أختها اللي هي خالته، هي خالته، وابن أختي أريد أقبله أريد حضنه، شكو بيها أنا خالته، بس يظهر زوجها يغار هواي زايد عليها. لا مو حرام، حتى لو كان أبوه غريب، هو أبوه غريب مو مهم، أبوه غريب، بس هي أختي، أم أختي وأنا خالته، وخالته على حال محرم عليه مثل أمه. فهذه حساسية زايدة وغيرة في غير محلها. يجوز لك أن تقبلي ابن أختك وابن أخيك وتقبيلهم وحضنهم وكل لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى بدون ريبة إن شاء الله. نعم نعم تفضلوا. تفضل. سيدنا الله يساعدك، شلونك شلون صحتك سيدنا؟ عدنا احنا سادة. نعم. وعدنا بنات. بلي. تيهن بس عوام، والسادة ما يقبلون يطول للعامي، العامة هم بي اشكال. واضح واضح اختي الكريمة، سمعت سؤال الاخت. هاي ايضا من المشاكل العويصة بمجتمعنا، انه السادة بناتهم العلويات ما يعطوهم ما يعطوهن إلى غير السادة. يعني إذا أجا واحد عامي يخطب بنتي أنا ما أنطي، وهذا غلط، وهذه تفاهة، وهذه خرافة للأسف تجذرت في بعض الأسر والعوائل.
يا احنا من آل فلان او احنا من سادة فلان، ما نطبتنا الا للسادة، من اين لكم هذا؟ من اين لكم هذا؟ هاي من وين جايبيها؟ وهذا اللي صاير الان، بنات علويات يمر عليهن 30 سنة و 40 سنة وما متزوجة، لأنه ما يجي خاطب سيد، بس ما يجي خاطب سيد، أولاد عمومتهم للأسف يعني خل أقول أولاد عمومتهن يتزوجون من الغربة وتاركين بنات عمهن، بنات عمومتهن باعتبار شنو ما يرد يروح يأخذ من الغربة، وذين مساكين قاعدات على حال يعانين من العزلة والعزوبية، وهذا غلط، لا يجوز ذلك. الأب اللي يمنع بنته من الكفء الكريم من الخاطب الكفوء متدين وخلوق، إذا يمنع بنته مرة مرتين ثلاثة تسقط ولايته، تقدر البنت تزوج نفسها بدون إذن والدها. ليش؟ لأن ابن أبوها ولايته ثابتة عندما لا يتعسف، مو أنه يأذيها، وأنه يمنعها من الزواج. وللأسف بعض الآباء كلش حسب تعبيرنا متعصبين، يا أبا إذا مو سيد شنو مو سيد، أنا على حال نسيبي أو نسبان اثنين عندي مو سادة، بس عائلة كريمة وطيبين وإن شاء الله تعالى على خير وبركة. عندنا مراجع نسبانهم شيوخ، هذا من وين جايبيها أنتو؟ هاي من وين جايبيها أنتوا على أنه لابد أنه العلوية ما يتزوجها إلا سيد؟ هذه بدعة ما لها أي أصل شرعي. آخر متصل أبو علي. نعم أبو علي. نعم ألو. نعم تفضل. أشكرك مولاي العزيز، بس أكو سؤال محرج ويعني بنفس الوقت. تفضل السؤال. يعني أنا عمري 27 عام بلي. فما صايم لحد هذا يوم الله بلي. يعني صلاتي ما مستمرة، يعني بين فترة وفترة تنقطع بعدين استمر بها، يعني شنو يعكم السيد ليش يسوي السنة في الحالة؟ انت ليش ما صايم عمرك 27 سنة ليش ما صايم؟ مولاي العزيز والله ما هو كل يعني الصحة الحمد لله والشكر، بس يعني بس عناد عناد ويا الله. لا استغفر الله اعوذ بالله، لا بس من التجارة ما اقدر اصوم، بس هذا السبب. بسبب التجارة؟ صحيح. يعني اسالك سؤال مثل ما انت سؤالك صريح، لان سؤالي يكون صريح ايضا. اشكرك مولاي. اقول سؤالي اسالك من عند اسالك اسالك. نعم اسالني. ابو علاوي حبيبي انت اي واحد اهم عندك واغلى عندك، ربك لو التجارة؟ أكيد ربي. شلون أنت تبيع ربك بالجقارة بأيام رمضان؟ سيدنا مو قصة تبيعنا، بس ما أقدر يعني ما أقدر، ما إذا أستمر ساعة ما أقدر بدون جقارة. لا هاتوحن أنا أجاوبك. مشكور أبو علي على صراحتك واتصالك، مشكور حبيبي. رحم الله والديك. واتصل آخر. أم آية تفضلي. أم آية أم آية تفضلي. نعم نعم. يعني هو المتعلق داء الأضافة مبطل للوضوء، بس يعني السبب يعني إذا نهاية الأصفر مثلت الأصفر الماء يصير علي عادي كلهم يجوا. سؤاله مو واضح يا علي، أنت عندك واضح سؤالها؟ سؤالك مو واضح يا بنتي. سيد يعني مثلا طلاء الأظافر هو مبطل للوضوء. طلاء الأظافر إيه؟ اللي عرفه أنه هو مبطل للوضوء. إيه؟ بس يعني إذا بقى ملبس الأصفر يعني من تحت موجود يعني يدخل الماء عادي لو مو عادي؟ يعني باقي الصبغ لو ما باقي الصبغ على ظافر؟ هو باقي بس على الجزء الأعلى مو الجزء الأسفل. ما يخالف، بس على أظافرك موجود صبغ سواء نعم. سواء فوق أو قريب الجلد، يعني سواء فوق الأظفر أو قريب الجلد مو شيء؟ نعم نعم. واضح. مشكورة يا أمي. مشكورة حبيبي. مشكورة. الأخ أبو علي هواي لطيف، عمره 17 سنة، عفوا 27 سنة، يقول ما صايم ولا يوم لأن أنا أشرب جقاير. حبيبي أبو علي، أنت لما توحي نفسك أنا ضعيف وأنا ما أقدر وأنا كذا وأنا كذا، الله شاهد. يقول الحديث الشريف
ما قو ما شو اسمعوا ما ضعف بدن، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نيتك قوية وإرادتك قوية بدنك راح يصير قوي مثلك. أما أنت إذا نيتك رشيشة وإرادتك ضعيفة بدنك هم يصير هزيل بسرعة. يقول إيه والله شوف قلت أرجف سيدنا على الجقارة. أنت شنو؟ أنت جبل، أنت إنسان متدين، أنت موالي لأمير المؤمنين، شنو مسألة الجقارة؟ شوي انطي من نفسك، انفض عن نفسك هذا الخمول والضعف. والله جقارة جقارة، الله أكبر، جقارة تخليني أواجه الله، أواجه وحاربه. تقول لا سيدة استغفر الله، لا تتحارب الله. لأن الله يقول لك صوم، تقول ما أصوم. ليش ما أصوم؟ لأن أي جقارة. فأنت لما لم تطع الله، لم تلتزم بأوامر الله، يعني أنت حاربت رب العالمين، بارسته بالعصيان. المبارزة بالعصيان مو إلا تقوم تشتم الله، لا، أن نطيع الله تبارزت بالعصيان. فحبيبي الكريم حاول أن تلتزم وإن شاء الله تقضي، ولا تقول باب التوبة مسدود، لا، باب التوبة مفتوح. خوش شهر وخوش أيام، تب إلى الله، استغفر إلى الله، قل يا ربي أنا أريد أبدأ بداية جديدة معك، وأريد أبدأ علاقة جديدة معك يا رب. روح الآن اغتسل غسل التوبة، وتعال صلي صلاة المغرب والعشاء اليوم، واقضي اللي عليك الآن شوية شوية، كل يوم صلي واقضي وياه صلاة قضاء. والله العظيم بعد فترة تخابرني تقول سيدنا الحمد لله كل الصلاة اللي علي أنا صليتها وملتزم، وصومك هو كله سنة شهر واحد، سنة كاملة شهر واحد. اتقي الله وتقوى بعزيمة وإيمان وتقوى، الله سبحانه وتعالى يعينك على أن تقضيهن إن شاء الله تعالى في الشتاء. وجقارة قرر أنه واقعا قرر أن تقدم الله على أي شيء، تقدم الله على أي شيء. واضح حبيبي؟ ودائما اسأل نفسك هذا، دائما اسأل نفسك، الله أول لو جقارة، الحسين أهم لو جقارة. راح تشوف نفسك تقول لا، الحسين أهم، الله أهم، علي أهم، رسول الله أهم. هذا التلقين راح يجعل الجقارة شوي شوي تفقد قيمتها في نفسك. واضح حبيبي؟ أم آية تقول أنه أنا حاطة صبغ أظافر وأريد أتوضأ، بس أنا تقول أنا زايلته، يعني الصبغ الأظافر مؤخرتها بس فوق موجود، يعني على الأظفر فوق وتحت ماكو. أختي الأظافر لابد أن يصل الماء إليها، الأظافر لابد أن تغسل بماء الوضوء وماء الغسل. الأظافر سواء كانت جنب الجلد أو خارج الجلد أو بعيد عن الجلد لابد أن تغسل. وإذا خليتي أظافر وهمية أو أظافر عارية هذا أيضا لازم شيليها، والسيكوتين والماء اللاصق أيضا شيلي حتى تتوضين وضوء صحيح. اللهم بمحمد وآل محمد ارزقنا حسن العاقبة، إلهي بمحمد وآل محمد ارزقنا التوبة والعمل الصالح. اللهم اقبلنا يا رب العالمين. إخواني اطلبوا من الله أن نبقى على الطريق، نبقى على الاستقامة. هاي الأمور لا تأثر بينا، هاي حسب تعبيرنا موجات الانحراف، موجات الشياطين. اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا بحراستك، ارحم شهداءنا، عافي جرحانا، عجل فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام يا الله. لا تنسوني إخواني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.